هذه المسيرة اليوم هي مسيرة احتجاجية، هي مسيرة دعم لسوريا وتنديدا بالعدوان عليها، وهذه المسيرة تندد على الخصوص بالأقطار العربية المشاركة في هذا العدوان، والتي تصرف الأموال الطائلة على التسليح ودعم الإرهابيين، وعلى الخصوص باستعدادها أخيرا بأن تمول الضربة العسكرية التي يعد لها ضد سوريا، وهي حكومة السعودية، حكومة قطر، حكومة الإمارات والأردن، الذين قالوا أنهم سيفتحون أراضيهم للاعتداء على سوريا. أنه لمن الغريب ومن المولم حقا أن تنخرط أقطار عربية بأن تمول حملات عسكرية وضربات عسكرية ضد قطر عربي مسلم. حقيقة يخجل الإنسان من ذكر هذه الحكومات التي أصبحت حكومات عميلة، أصبحت حكومات منخرطة مع الصهيونية، مع الاستعمار، مع الرجعية. كان النظام المؤقت في تونس قد انخرط في هذا الحلف المشؤوم الذي يتمثل في مشروع الشرق الأوسط الجديد، الآن ندعوه بأن يسحب نفسه من ذلك قبل فوات الأوان.